ليه دايما إلهام شاهين دونا عن كل الفنانين هي اللي دايما بتشتبك في مواضيع الدين؟ عشان انا الاكتر واحده صريحه، وعشان انا مش منافقه، مواجهه، انا بقول اللي في قلبي وفي اي وقت، وفعلا انا ما بفكرش في الكلام. يعني الباقيين منافقين؟ في طبعا جزء منافق اكيد. طبعا في جزء، ما اقدرش اقول الباقيين. يعني في قعداتهم الخاصه مثلا إيه؟ بيقولوا لك كلام تاني؟ طبعا ممكن في قعداتنا الخاصه يتقال كلام، وعلى الاعلام يتقال كلام تاني. بيقول لك مراعاه لمشاعر الناس، انا مش عايز اخسر البشر، انا عايز الناس كلها تحبني. انا بقى بقول انا ما يهمنيش ان انا اخسر ناس، انا مش عايزه كل الناس تحبني. انا عايزه اللي يحبني بيحبني زي ما انا، بفكري بارائي. ما تحبنيش برضو انت حر. مش منتظره ان انا انافق المجتمع عشان المجتمع كله يحبني. انا بقول حقيقتي وبقول بالصراحه كل حاجه، وهي دي مصيبتي. وبعدين المتطرفين في الاراء بيقلقوا مني. انا واحد مره هجمني جامد قوي. عشان كده انت من النوع نوعيه الضيوف اللي انا بحب استضيف، لانك صريحه جدا. انا بقول لك واحد مره قابلني فهجمني قوي يعني على ارائي، قلت له انت زعلان قوي. لا لا لا، راجل عادي. قلت له انت زعلان قوي كده؟ قال لي انا خايف مراتي تقلدك. طب وانا بقول ايه؟ ان الست في مساواه بينها وبين الراجل، زيها زيه، مش من حقك تطول عليها، مش من حقك تمد ايدك عليها. كنت بتكلم كده، بتكلم عن حقوق المراه. فالراجل زعل جدا، قال لي احسن مراتي تاخد كلامك ده وتقوله لي. لا، هم مش عايزين ان الكلام ده يبقى فيه توعيه، ان انا اقول للست حقوقها ايه. ده حتى المشايخ بيقولوا الكلام ده. طبعا في شيخ، انا مش عايزه اقول بقى اسماء. مين الشيخ اللي تحبي تسمعي له؟ ما اعرفش، تصدقي لما سالتيني مش مفكره، مش عارفه. بتسمعي الوحشين بس؟ لا 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 لا، هقول لك. لا مثلا دكتور سعد الدين هلالي بحترم جدا اراؤه. راجل محترم حقيقي، راجل محترم محترم محترم، واراؤه فعلا مستنيره واستفيد منها. يعني ده شيخ انا اقعد اتعلم منه ومن ارائه، وانا اشكره بجد على تصحيحه لمفاهيم كتير. يعني هو ده النوعيه دي اللي زي الدكتور سعد الدين هلالي، هي دي اللي نلجا لها فعلا يفهمنا ديننا. هو ده اللي يقدر يجدد الخطاب الديني بالشكل العاقل والمعقول والمنطقي اللي يقبله العقل.